الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد واله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين لا زال حديثنا حول ان علم القران كله عند الائمه عليهم الصلاه والسلام بتعليم من رسول الله صلى الله عليه واله وانهم يعلمون ظاهر القران وباطنه. من احاديث هذا الباب الذي عقده الكليني رضوان الله تعالى عليه في الكافي الشريف حديث عن الامام الباقر عليه الصلاه والسلام حيث يقول ما يستطيع احد ان يدعي ان عنده جميع القران كله ظاهره وباطنه غير الاوصياء ذكرنا أن رسم القرآن وألفاظ القرآن هذه حفظها الله سبحانه وتعالى فالقرآن الذي يتلى الآن في آناء الليل وأطراف النهار في جميع الأسقاع هو القرآن الذي نزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله بلا زيادة ولا نقيصة. وأن هذه القراءة المشهورة بين المسلمين هي قراءة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فالراوي حفص عن عاصم عن السلمي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاه والسلام. وهؤلاء الثلاثة كوفيون من الشيعة. طبعا هذه القراءة المعروفة وصلتنا عن طريق التواتر ولا ينحصر سندها بهؤلاء الثلاثة: حفص عن عاصم عن عبد الرحمن السلمي. وإنما هؤلاء قرأوا بالقراءة المتواترة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله. يبقى علم القرآن. علم القرآن بكل التفاصيل. يعني أن يعلم الظاهرة والباطنه والمحكمه والمتشابهه والعامه والخاصه والناسخه والمنسوخ وخاصه بطون القران وتاويل القران ان يعلمه احد علما كاملا من جميع الجهات هذا لا يوجد الا الرسول صلى الله عليه واله واوصياء الرسول يعني الائمه عليهم الصلاه والسلام. لا يمكن لاحد ان يدعي الاحاطه بالقران، لان القران فيه كل شيء، تبيانا لكل شيء، ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين، وهذا الكتاب المبين له مصادق من مصادقه اللوح المحفوظ ومن مصادقه القرآن الكريم. جميع الأحكام موجودة في القرآن. جميع الحوادث الماضية والحالية والمستقبلية موجودة في القرآن. لكن نحن نعلم الظاهر لأن القرآن يسره الله سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين فمن يعرف اللغة العربية معرفة صحيحة يلتفت إلى ظاهر القرآن، ولكن التفاصيل آيات ناسخة آيات منسوخة، أي آية هي الناسخة وأي آية هي المنسوخة؟ في كثير من الأحيان يختلط الأمر على الناس، في القرآن الكريم محكم ومتشابه، ما هي الآية المحكمة وما هي الآية المتشابهة؟ في القرآن جميع الأحكام تستنبط منه، للقرآن باطن، هذا الباطن لا طريق لأحد إليه إلا بتعليم من الله سبحانه وتعالى، كما قال: "وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم" هؤلاء يتعلمون من الله سبحانه وتعالى، ويبينون بعض ما تعلموه إلى الناس. وافضل الراسخين هو رسول الله محمد صلى الله عليه واله وما كان الله لينزل قرانا على رسوله الا ويعلمه بجميع ما يتعلق بذلك القران والرسول علم عليا عليه الصلاه والسلام جميع تلك العلوم فقال انا مدينه العلم وعلي بابها وحتى اذا تراجع التاريخ تجد ان الصحابة كانوا يسألون عن آيات من القرآن فكانوا يقولون لا أد لا ندري لا أدري إلا علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام فكان يسأل وكان يجيب وابن عباس مفسر القرآن أخذ شيئا من علم علي عليه الصلاة والسلام علومه منه واشتهر بذلك يقول الإمام الباقر: «ما يستطيع أحد، لا يستطيع، لماذا؟ لأنه إذا ادعى بالسؤال عنه يتبين جهله وكذبه، ما يستطيع أحد أن يدعي أن عنده جميع القرآن كله تأكيد، ظاهره وباطنه، رسم القرآن موجود عند الجميع». قراءة القران موجودة لكن جميع القران بظاهره وباطنه يعني علمه لا يستطيع احد ان يدعي غير الاوصياء اوصياء الرسول صلى الله عليه واله الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النحل: "وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ" زين اذا تبيان لكل شيء سواء من الاحكام او من الوقائع لا نجد كثيرا من الاحكام والوقائع في ظاهر القران لكنها موجوده في باطن القران لا طريق لنا لاستخراج ذلك الباطن واستنباطه لانه يحتاج بالتعليم من الله سبحانه وتعالى الله يعلم رسوله ونزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. والرسول بين بعضه لعامه الناس وبين جميعه لامير المؤمنين علي بن ابي طالب ومنه الى سائر الائمه. حديث اخر ايضا عن الامام الباقر عليه الصلاه والسلام ان من علم ما اوتينا الله سبحانه وتعالى آتاهم الإمامة. هذه الإمامة تحتاج إلى قابلية، وإلها لوازم. مثلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا وآله، إبراهيم نبي، ثم رسول، ثم بعد أن مر بإختبارات صعبة وصل الى درجة الامامه فقال سبحانه وتعالى في سورة البقره: "وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن" يعني نجح فيهن قال اني جاعلك للناس اماما. بعد ان صار محلا قابلا الله سبحانه وتعالى اتاه الامامه. لأن الله حكيم، الحكيم يعني شنو؟ الحكيم من الحكمة، الحكمة يعني الإحكام ولازمها وضع الشيء في موضعه، وقد ذكرنا مفصلًا أنه لا يصح أن نجعل شخصًا في منصب وهو غير قابل لذلك المنصب، هذا خلاف الحكمة، تأتي برجل أمي مثلًا وتجعله مديراً لجامعة مدرسا في جامعة هذا ليس من الحكمة وإذا أردت أن تجعل شخصا في ذلك المنصب تجعل فيه القابلية تدخل دورات سنوات طويلة يدرس ويمارس عملا إلى أن تراه قابلا لذلك المنصب فتعطيه ذلك المنصب والله سبحانه وتعالى أحكم الحكماء حكيم من صفات ذاته سبحانه وتعالى الحكمه، فإذا أراد أن يجعل شخصا إماما جعله قابلا لذلك. القابلية فيه أن يمر باختبارات، وأن يصطفيه الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان العادي لا يتمكن من الوصول إلى ذلك المنصب. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. زين يصطفيه وبعد الاصطفاء يختبره وبعد ذلك يعطيه هذا المنصب. ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم، يعني ابراهيم وآله. الله اصطفى ابراهيم وابتلاه بكلمات فلما نجح القابلية الذاتية والمرور بالامتحانات الصعبة التي كان من اصعبها النجاح في امتحان امره بذبح ابنه اسماعيل بعد ذلك اني جاعلك للناس اماما. زين من الاشياء التي تجعل الانسان قابلا لهذا المنصب العلم. ومن لوازم هذا المنصب ايضا العلم. لذا الله سبحانه وتعالى اصطفى الائمه كما قال سبحانه وتعالى ثم اورثنا الكتاب يعني علم الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الائمه اصطفاهم الله سبحانه وتعالى وابتلاهم فجعلهم ائمه من لوازم الامامه ومن الاشياء التي تجعل القابليه للامامه هو العلم لذا يقول الإمام إن من علم ما أوتينا تفسير القرآن وأحكامه زين أنت إمام إمام على المسلمين وعلى غير المسلمين يلزم أن يكون هذا الإمام عالما بكتاب الله عالما بظاهره وباطنه وعالما بتفسير الكتاب واحكام الكتاب. لانه حجه الله. الرسول يبين الاحكام فما بمجال ان يكون يخطئ في تلك الاحكام، لذا الرسول معصوم صلى الله عليه واله. الاوصياء لرسول الله صلى الله عليه واله ايضا يفسرون ويبينون بما علمهم الله سبحانه وتعالى بواسطه الرسول صلى الله عليه واله. فهم معصومون وادله عصمتهم كثيره قد ذكرنا بعضها فيما مضى معصومون وعلماء لذا لا يجيبون بالخطا يعلمون ويجيبون بالجواب الصحيح ان من علم ما اوتينا تفسير القران واحكامه احكام عطف الخاص على العام لان الاحكام ايضا من التفسير ولكن لاهميتها افردها وعلم تغير الزمان وحدثانه يعني ما يحدث وما يتغير الحدوث في اصل الوجود الله سبحانه وتعالى يخلق انسانا بعد ان لم يكن يعني هذا الانسان يتغير كل يوم ينمو كل يوم يزداد علما علم حدثان الزمان يعني ما يحدث في الزمان وما يتغير هذا ايضا علمه لديهم يعني علمهم الله سبحانه وتعالى فعندنا علم بالتشريع وعلم بالتكوين العلم بالتشريع بمعنى ان جميع الاحكام يعلمونها الشريعه التي انزلها الله سبحانه وتعالى على رسوله وهذه الشريعه واسعه جدا واختلاف الناس فيها كبير. الحق لا يكون متعددا، الحق واحد. زين ما هو الصحيح؟ الصحيح هو الذي اوحاه الله سبحانه وتعالى الى رسوله. من يعلم هذا بكل تفاصيله؟ الرسول يعلم. الائمه عليهم الصلاه والسلام يعلمون، هذا بالنسبه الى علم التشريع. بالنسبه الى علم التكوين، الله سبحانه وتعالى يخلق كل يوم له خلق جديد وتقدير جديد كل يوم هو في شان يعني احياء اماته خلق جديد اعدام وما الى ذلك الله سبحانه وتعالى في كل يوم له تقديرات لا كما زعمت اليهود وقالت اليهود يد الله مغلوله قلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان ينفق كيف يشاء الله سبحانه وتعالى في كل يوم له رزق وله تقدير وما الى ذلك هذه الحوادث الكثيره قسم منها كان في الماضي قسم منها الان يقع وقسم منها يقع في المستقبل ما يعبر عنه علم ما كان وما يكون وما هو كائن. زين. هذا العلم الذي عند الرسول صلى الله عليه واله وعند الائمه هل بينوه كاملا للناس؟ الجواب كلا. وإنما بينوا للناس بالمقدار الذي أمرهم الله سبحانه وتعالى ببيانه، ما كان فيه المصلحة، لأنه أحيانا توجد علوم الناس لا يستوعبونها، إذا ما يستوعبونها ليس من الحكمة بيانها لهم، مثلا جاء بعض الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسألوه سؤال فلكي لماذا الهلال يظهر القمر بشكل هلال في أول الشهر ثم بعد ذلك يزداد نوره إلى أن يصبح بدرا ثم من بعد ليلة الخامسة عشر يبدأ ب نقصان نوره إلى أن يصبح يصبح كالعرجون القديم يشبه هلال أول الشهر، القمر في أخير الشهر، وبعد ذلك يدخل في المحاق وينتهي الشهر ثم يبدأ شهر جديد أيضا بهلال جديد، سؤال تكويني، زين هذا يحتاج له إلى علم بالفلك وبقوانين الفلك. وباستيعاب لهم لو كان الرسول صلى الله عليه واله يريد ان يبين لهم السبب الفلكي ما كانوا يلتفتون اليه هذا اولا، ثانيا رسول الله لم يبعث لكي يكون مدرس فلك انما رسول الله صلى الله عليه واله بعث للهدايه بعث للرحمه احيانا كان يبين ما يرتبط بالعلوم الطبيعيه لكن ليست مهمته الاساسيه تلك فلذا حينما سالوا عن الهلال وسببه التكويني الله سبحانه وتعالى اجابهم عن فائدته ما يرتبط بالتشريع وبمقدار الذي يستوعبونه فقال سبحانه وتعالى يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج الله سبحانه وتعالى إنما قدر الهلال هكذا، القمر هكذا من هلال إلى أن يصبح كالعرجون القديم لأجل أن الناس ينظموا أمورهم، قل هي مواقيت للناس، أنت تأجر دار سنة، تستقرض لمدة شهر مثلاً. تريد أن تعمل عملاً ضمن مثلاً شهرين، أيضاً العبادات مرتبطة، الصيام في شهر رمضان، الحج في شهر ذي الحجة، وهكذا من مسائل أخرى ترتبط بجانب التشريع، فالله بين الفائدة، هذا يرتبط بجانب التشريع، وأيضاً يستوعبون هذا، ولو كان يريد يبين الجانب التكويني ما كانوا يتمكنون من استيعابه، فلذا ما بينه لهم. هنا الامام الباقر عليه الصلاه والسلام يقول في هذا الحديث اذا اراد الله بقوم خيرا اسمعهم ولو اسمع من لم يسمع لولا معرضا اشاره الى الايه الشريفه في سوره الانفال ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون الصم الذي لا يسمع ولهم اذان لا يسمعون بها البكم لا ينطقون بالحق فهو لا يسمع الحق ولا ينطق به لا يسمع ليس بمعنى ان الحق لا يقرا سمعه لا بمعنى انه لا يفهم هذا الشيء الذي يقرأ سمعه الذين لا يعقلون لا يستعملون عقولهم ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم لو هؤلاء كانوا قابلين بسوء بحسن اختيارهم اوجدوا في انفسهم القابليه لاسمعهم الله سبحانه وتعالى يعني لافهمهم لكن ولو اسمعهم يعني وحالهم هذه انهم صم بكم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. الامام يقول هذه العلوم التي عندنا تحتاج الى محل قابل يتمكن من تلقي هذه العلوم، هذا اولا الشيء الثاني ان لا يتقى منه احيانا يذهب ويذيع ويسبب خطرا على الائمه. وعلى نفسه أحيانا وعلى سائر المؤمنين فلذا الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا يرون أن هذا الشخص لا قابلية له في الحديث الشريف الرسول صلى الله عليه وآله يقول نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم زين هذا الإنسان لا يستوعب هذا الكلام فليس من الحكمة أن تقول له هذا الكلام أحيانا يفهم الكلام لكن يذهب ويذيع هذا الكلام بما يسبب ضررا او هو يسبب الضرر فليس من الحكمه البيان له لا يبين له لذا الامام يقول ثم امسك هنيئه هنيئه تصغير هنو او هن يعني طائفه من الزمان فالهنيئة يعني الزمان القليل ثم قال ولو وجدنا أوعية أو مستراحا لقلنا الحديث الشريف إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها إحنا في المسائل الاجتماعية نلاحظ هذا الأمر يعني خبر أو قضية نشوف ننقل لهذا الشخص يتحمل ننقله لشخص آخر لا يتحمل زين إذا الإنسان حكيم لا ينقل للشخص الثاني إلا إذا كان قضية لإتمام الحجة ذاك بحث آخر الإمام يقول لو وجدنا أوعية يتحملون تلك الأسرار لبينا لهم تلك العلوم أو مستراحا يمكن واحد يستوعب يفهم لكنه يسبب الخطر لا راحه في نقل الكلام اليه ولو وجدنا اوعيه او مستراحا لقلنا والله المستعان زين هنا سؤال ما هي فائده العلم الذي لا يمكن نقله للاخرين الجواب ليس كل علم لكي ينقل للاخرين الآن أنت تذهب إلى أهل الخبرة، تذهب إلى طبيب دارس علوم كثيرة من الطب في الجامعة. هذا حينما يأتي في المجتمع قد بعض تلك العلوم لا ينقلها لأي أحد. لكن هو يستفيد منها في استنباط الحالات المختلفة. فليس فائدة العلم منحصرة في النقل. من فوائد العلم أن مستوى هذا الإنسان يرتفع. فينظر الى الامور بمستوى عالي من الفائده انه يتمكن من استنباط الجزئيات عبر هذه العلوم ولو هو بينقل هذه العلوم لكن بشكل صحيح يستنبط في الجزئيات التي يمكن نقل تلك الجزئيات وبعد ذلك ذكرنا فيما مضى ان من اسباب التفضيل العلم ولا ينقص الله سبحانه وتعالى شيء إذا علم هذه العلوم لأحد يعني مرة إحنا نقول أنه فد علم أنت تصرف وقتك فيه والمعلم يدرسك بدون فائدة روح أصرف وقتك في علم ينفع هذا كلام صحيح لأن إحنا ما نقدر نستوعب جميع العلوم فنصرف وقتنا في علم هو الأهم لكن اذا واحد يتمكن من تحصيل جميع العلوم بدون استنزاف لقدرة ولقوة ولاي جهة اخرى فلماذا لا يتعلم؟ زين الله سبحانه وتعالى هل ينقصه شيء اذا علم علم الشريعة كلها وعلم القضايا ما كان وما يكون وما هو كائن؟ علمها للرسول صلى الله عليه وآله بوحي في لحظة واحدة كلا هل الرسول ينشغل عن سائر تكاليفه وأموره المهمة عن طريق بسبب هذا الوحي كلا فالله سبحانه وتعالى يريد فضل هذا الرسول على غيره التفضيل بالعلم وهذا من الحكمة فإذا ليس كل علم يتعلمه الإنسان لكي ينقله للآخرين هذا اولا وثانيا ليس كل النقل لازم يكون لكل الناس لو واحد يتعلم علم ينقله للخواص جن الرسول تعلم علما نقله للأئمة عليهم الصلاة والسلام وكل إمام نقله لإمام من بعده والأئمة كان لهم أصحاب وكذلك الرسول صلى الله عليه وآله كان له أصحاب من خلص أصحابه لهم قابلية لبعض تلك العلوم الرسول كان يعلمهم بمقدار قابليتهم. لذا الامام يقول والله المستعان انت عندك علوم جمة لكن لا تتمكن من بيانها بسبب ان الناس ليست لهم قابلية او بسبب ان هناك محذور في نقله اليهم يولد خطر عليهم او عليك او على سائر المؤمنين فهذا يسبب ان الانسان يشعر بضيق في الصدر يحتاج الى إعان من الله سبحانه وتعالى ولذا قال والله المستعان فحاصل هذين الحديثين أن الله سبحانه وتعالى جميع علوم القرآن وعلوم القرآن تحتوي على كل شيء من الشريعة ومن التكوينية ما كان وما يكون وما هو كائن جميع هذه العلوم علمها للرسول صلى الله عليه وآله ومن الرسول إلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام والله على كل شيء قدير فاذا قلنا ان رسول الله يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن بتعليم من الله ويعلم جميع الاحكام بتعليم من الله فهذا اثبات لقدره الله سبحانه وتعالى ولمنزله الرسول وليس من الغلو في شيء نسال الله سبحانه وتعالى ان يزيدنا علما ومعرفه هذا واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين.